السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات هكا غادي نقدم لكم واحد التورته بارده اللي تجي ساهله صراحه بلا فران. حنا جاوني بزاف تاع الطلبات نتاعو البنات هكا بغاو التورطات بدون فرن صراحه. تعجزوا هكا شالوا الفرن خصوصا الا كانت عندكم شي كوزينه سخونه بحال تاعتي. المهم البنات المقادير كي تشوفوهم مع ماما قدامي بصات اما غتحتاجوا فيهم البقايا نتاع الكيك. انا هنايا كنشط لي واحد الكيكه هكا كحله، يا اما كحله اولا بيضه اللي عندكم، ولكن من الاحسن تكون هكا كحله بالكاكاو باش تولنا مع الكريمات اللي غادي نديرو فوقها. وغادي نحتاجو باش غادي نجمعو هاد الخليط هذا. عقلتو البنات على الشوكولاط اللي كنت خدمت به الكلاص، الشوكولاط اللي درت فيه كاوكاو مهرمش وجمعت به وخطفت فيه الكلاص. هاد الشوكولاط هذا اللي شاط ليا البنات ما نضيعوش، غادي نزيدو عليه الكيكه باش غادي نجمعها. ويلا ما عندكمش غادي تجمعو بجوج دانيت تاع الشوكولاط البنات. صافي هنا غندير الشوكولاط اللي شاط ليا وغادي ندير دانيت تاع الشوكولاط. غادي ناخذ الكيكه غادي نفرتوها. البنات اول مره تيشوفوا القناه تاعي بعدا غادي نقول لهم مرحبا بكم، ما تنساوش كي عجبتكم من طبيعه الحال القناه اشتركوا فيها باش يوصلكم كل جديد البنات، وشاركوا الفيديو مع العائله والاحباب باش تعم الفائده على الجميع. والبنات اللي خلاو لي تعليق زوينين في الفيديو السابق البنات نقول لكم شكرا بزاف لكم، شكرا على التعليق الزوينين تاعكم اللي خليتو ليا فرحتوني بزاف البنات. والصراحه القناه تاعي جمع بنيات البنات اللي زوينين الصراحه ونقيينه هكا في التفكير نتاعهم ولا في كل شيء. تعليق اللي تحطو مره مره سلبيين هكا وفيهم سبان المعيار هادوك تيكونو غير بحال سحابه دايزه، تلقى واحد الفيديو تيقولو نشبعو مولاتو معيار صافي وسبان وتيدوزو، هادوك ما تيهمونيش البنات. غادي نحتاج لهنايا كاوكاو كونكاسي اولا كاوكاو مرمش، هدا تيبقى على حسب الاختيار تاعكم، ممكن ديروه ممكن ما ديروهش البنات. غادي نضيف انا واحد شويه، واصلا راه هنايا عندي في كي قلت لكم في الشوكولاط راه عندي كاوكاو كونكاسي، هذا غير باش ملي تتعضو تتكون ديك دوك الكريمات تيكونوا منسين وتتجينا شي حاجه مقرمشه زوينه وزوينه في التحت نتاع الكيك. صافي البنات كاضافه عندكم ممكن تضيفوا، ما عندكمش بلاش اولا ممكن تضيفوا الا بغيتوا شي حاجه راقيه الصراحه ممكن تضيفوا اللوز، اللوز تحمروه في الفران وتهرمشوه هكا طريفه طبلاد وتضيفوا هذاك الصراحه الا تفطو ثاني راه بتولي الطورطه راقيه. تبقى على حساب اللي عندكم متوفر في الدار وعلى حساب الامكانيات نتاعكم البنات. هادو هي افكار تنعطيهم لكم انايا وانتم ديروا اللي بغيتوا. صافي هي بعد ما تجمعت ليا هذه الكيكه شطت لكم اي كيكه رميوها في الكونجيلاتور، ومن بعد ان شاء الله هكا غادي تجبدوها وغادي نخدموا بها. انا تنوعدكم البنات غادي نخدموا بها اقتراحات بزاف ان شاء الله البنات. باقي لي الكيك اللي غادي يعجبكم غادي يكون شي حاجه بريستيج الصراحه وزوينه البنات. هانتوما تنطلق الكيك البنات، انا تنطلق هكا في الكيك وغادي نطلب منكم واحد الطلب. كاينه واحد القناه البنات اللي سميتها حنان ام ريم في البيت، هي قناه زوينه الصراحه البنات، تنتمناكم هكا تمشيو عندها تزوروها ودعموا القناه نتاعها بالبارطاج البنات واللايكات. ما فيها باس نتعاونوا هكا مع بعضياتنا وتقولوا لي راه جينا من طرف شيوات مريم، وغادي نخلي لكم الرابط نتاع القناه نتاعها في صندوق الوصف البنات. كيف ما قلت لكم القناه نتاعها اللي هي حنان ام مريم في البيت. صافي اول بنات بعد ما طلقت الكيك غادي ندخلو دابا للثلاجه يشد راسو او للمجمد وندوزو للطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه البنات غادي نحتاجو لها جوج سلون نتاع الشوكولات، ها هما يعني عندي السترو نتاع الحليب نصف لتر نتاع الحليب، غادي نضيف عليه جوج علب من الفلون تاع الشوكولاط، غادي نضيف عليه معلقه نتاع النشا، معلقه كبيره تاع النشا، وغادي نضيف عليه السكر تيبقى على حسب الذوق، ما تكثروش البنات بزاف باش ما تجيش الكيكه زهيقه. صافي غادي نضيف عليه يعني تقريبا يعني واحد جوج معالق ونص نتاع الحليب، غادي نخلط كلشي البنات وغادي نردو فوق البوطة تيغلى بحال الفلون العادي عاد نرجعو ان شاء الله. صافي هو بعد ما غلى الفلون تاعي هو مشى، غادي ناخذ دابا جوج علب نتاع دانات شوكولا، غادي ناخذ منه جوج، غادي ناخذ
واحد شويه نتاع الكيك، نفس الكيك اللي بقى ليا البنات بالكاكاو. غادي ناخذو حتى هو كي قلت لكم الا ما عندكمش الكيك وبديروا هاد التورته هذه، غادي ديروا البسكوي في القاعده وغادي ديروا هنايا البسكوي نتاع الشوكولاته. صافي البنات، انا هنايا غادي نستعمل غير الكيك اللي بقى ليا اللي قلت لكم كنت محتفظه به في الموجود. صافي، وغادي نضيف عليه هنايا هذوك بقايا الكيك. هاد بقايا الكيك البنات تقريبا واحد علبه نتاع البسكوي، الا بديروا البسكوي واحد العلبه. وغادي نضيف هنايا واحد شويه نتاع القهوه سريعه التذوبان، تقريبا واحد المعلقه صغيره. صافي، وغادي نجيب الفلون تاعي، ها هو. صافي، غادي نكبو مباشره وهو سخون فوق هاد الخليط هذا، ما غاديش نخليه حتى يبرد، مباشره غادي نكبو. وغادي ندوز نخلط كلشي، نضربو في التراب الكهربائي ونرجعو ان شاء الله هكا باش نخرجو الكيكه ونكملو طبقات نتاع الكريمه نتاعها. ما ضربت كلشي في التراب الكهربائي البنات، غادي ناخدو وغادي نفرغو فوق هاد التورته، هاد الكيك اللي درنا. تجي هاد الطبقه ديال البنات تجي رائعه ومعلكه، وتيجي بحال شي كاطو كلاص، تيجي زوين بزاف والله. غادي نجيب دابا الكريمه كي قلت لكم وغادي نفرغ. درت هاد المعلقه هادي، علاش غديروها؟ كاين اللي ما كانش قابط لكم الكيك الا ما دخلتوش الثلاجه غادي ديروه، اما انا راه مدخلاه للفريكو راه قبط راسو مزيان. غادي نكب مباشره الطبقه الثانيه. صافي، غادي ندخلها للمجمده البنات حتى تقبط فراسها مزيان، وغادي ندوزو باش نوجدو حنايا الطبقه الثالثه على ما توجد هادي وتبرد باش نديروها فوق. بالنسبه للطبقه الثالثه البنات، الطبقه الثالثه تجي بحال واحد الموسى البنات، داكشي باش قلت لكم تجي بحال واحد الكاطو بلاصي اللي تيجي رائع. ممكن هكا تعتمدوا في الاعياد الميلاد نتاع وليداتكم وشي حاجه اللي ساهله وزوينه وما تعرفوش الناس شنو تياكلوا، تلقى واحد الطبقه معلكه وفيها شي قرمشات هكا، خصوصا الا درتو اللوز البنات، وتيجي زوين بزاف. وممكن هكا تصايبوه هكا البنات، وغادي تضيفوا ليه اسميتو، تغطيوه بالكلاصاج. صافي، غادي ناخذ هنايا نتوما تشوفوا باش ينزل. هنايا عندي الحليب بارد، هانتوما شفتوه ما باش ينزل البنات، بارد في المجمد باش طلع لكم الشونتي مزيان. ها هي الكريمه اللي استعملت هذه نتاع 800 غرام. غادي نفرغها كامله في ربع لتر نتاع الحليب، ربع لتر كاع ممكن تنقصوا منه هكا واحد خمسة المعالق هكا تنقصوا منه هانتوما. وغادي نخدمها، غادي نخدمها مزيان البنات بالباتور حتى تطلع، عاد باش نرجعو ان شاء الله نكملو المقادير ونكملو الطريقه. ما غاديش نبين لكم البنات انا راه تطرب راه تطلع، هادشي راه المراحل هادو راه ساهلين، زعما ما غاديش نبين لكم الا كنت معجان وكنت سميت. كاين اللي تيقول لك لا ما تتبينيناش لي ديتاي، لي ديتاي البنات هكا تاع الوصفه باش تصدق لكم راه كلهم تنبينهم، فلا داعي نبقى تنطرب قدامكم ونبقى تنعجن قدامكم. المهم غادي نطربها ونرجع لكم انا ان شاء الله. صافي، هي بعد ما طلعت الكريمه تجي عقده على هذا الشكل هذا، غادي نضيف عليها الشوكولاته تقريبا واحد 100 حتى 120 غرام على حسب الذوق نتاعكم. هذا ذوبتو البنات الشوكولاته عادي، خديتو غير تاع العباره غير اللي عند مول الحانوت، ذوبتو في حمام مريم. وغادي نضيفو على هذه الكريمه هذه. صافي، بالنسبه للكريمه البنات اللي ما عندهمش هاد الطراب هذا الباتور باش تطلعوا التراب الكهربائي، غادي ديروا مولينيت. صافي، غديروا مولينيت وغادي تطلعوها عادي، غير هي اهم حاجه باش تطلع لكم لا بالتراب الكهربائي ولا بمولينيت البنات، راه خاصها تكون بارده بزاف، يكون الحليب بارد مزيان باش غادي تطلع. وحتى هاد ياغورت هذا يكون حتى هو بارد. انا غادي نضيف واقيلا غير واحد بركه، حيت هنايا ضفت تقريبا 120 غرام تاع الشوكولاط. صافي، غادي نضيف غير واحد هذا، غادي نحيدو مكيلاش. ممكن البنات هنا تضيفو معلقه نتاع الكاكاو المر، كيف ما ممكن تضيفو معلقه صغيره نتاع القهوه سريعه التذوبان هكا، دوبها فواحد المعلقه نتاع الماء وتضيفوها. انا غنكتفي بالوصفه هكا البنات،
وممكن هذه الوصفه هذه تخرجوا منها اشكال عديده ونكهات عديده البنات. ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش في حلقات جايه، غادي نوريكم وصفه وحده راه ممكن يخرجوا 10 وصفات. صافي غادي نديها عاوتاني، غادي نطربها عاوتاني بالطراب حتى نسجموا هذه المقادير هذه كلهم مع بعضياتهم. غادي نحطها في الثلاجه على ما توجد ليا الطبقه الثانيه نتاع الكيك ونكملوا التزيين ان شاء الله. بعد ما طربت الموس اللي عندي ها هي ولات موس تجي رائعه. صافي دابا غادي ناخذ الكيك نتاعي خرجته من المجمد، انا ما خليتهاش حتى جمدات، نتوما غتخليوها حتى تجمد البنات هكا باش تحكموا فيها. صافي وغادي نفرغ فوق هاد الموس هادي كي قلت لكم نتوما غتخليوها حتى تجمد باش غادي تحكموا فيها وما غاديش ما غاديش يخسروا لكم الطبقات باش غيبقاو مسيتفين وما يخسروش. انا غادي نخدمها صافي تنفرغوا هاد الموس هادي فوق الطبقه الثانيه، وممكن فهاد لاموس البنات ممكن تضيفوا اللوز محمر ومهرمش تيجي غزال فهاد الطبقه هادي الثانيه. صافي غادي نفرغها بهذا الشكل هذا هانتوما، وغادي نجيب السباتولا وغادي نبدا نقاد ليها في الوجه نتاعي. قلت لكم نتوما خليوها حتى تجمد باش ما تخسرش لكم، انا راه تنخدم غير بشويه باش ما يخسروش ليا هكا الطبقات ويدخلوا في بعضياتو. صافي بنفس الشكل غادي نبقى مستمره حتى نعمرها كامله بهذا الموس هادي ونقاد ليها الوجه نتاعها وندخلها للمجمد. ممكن تخليوها ليله كامله، ممكن تجرا غير واحد 3 السوايع صافي وتخرجوها تتكون واجده. قلت لكم غادي نقادو الوجه نتاع بالسباتولا باش تجينا مقاده كامله. بالنسبه للشوكولاته البنات راه درتو بارد الشوكولاته اللي ذوب باش ما يخسرش ليا هكا شونتيوم ويطيح ما يخليهاش تطلع. صافي خاصو يكون بارد غادي تذوبوه وتخليوه واحد المده هكا فوق البوطاجير حتى تبغيو تخدمو. صافي تنقاد الكريمه وفي نفس الوقت تندفعها لتحت لي يبقاو شي فراغات هكا وباش تحيدو هذوك الفقاعات نتاعو على الهواء. وتنعمر البلايص اللي بانوا ليا هكا ما فيهمش الكريمه تنعمرهم. صافي هي بعد ما قادت ليها الوجه نتاعها صافي تنبقاو بشوي 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 معاها حتى تنقادو ليها الوجه نتاعها تيجي ملس على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ دابا فرشيطه التزيين تاعها ساهله البنات، انا ما دخلتهاش المجمد، نتوما غتدخلوها واحد شويه هكا حتى تشد فرصه عاد باش غادي تبداو تدوزوا الفرشيطه. انا الصراحه الشخص اللي طلبها مني عزيز بزاف، داكشي باش تنقادها في نفس الوقت وبنزينها في نفس الوقت هكا باش نساليها اليوم ان شاء الله وندخلها للمجمد هكا تبرد. وهذه اهداء خاص لجميع الدراري اللي نجحوا، جميع التلاميذ هكا اللي نجحوا في المدرسة هذه اهداء خاص ليهم والامهات حتى هما علاش لا، حتى هما راه تيقراو مع الدراري الصراحة وحتى هما الفياق بكري والسهران مع وليداتهم، راه الاموات الصراحة اللي تينجحوا ماشي الدراري. هانتوما شتو كانت لها خطوط هكا مزيان بسيط، وغادي نغبر الوجه نتاعها بالكاكاو. هي راه إلا كانت باردة شوية البنات شاده فراسها راه غتجي افضل. شتو انا تتبعني الكريمه تبع الفرشيطه نتوما، وتنبقى تنمسح في فين ما شت الكريمه تتعكس معايا تتلصق ليا في الفرشيطه غادي نبقى نمسحها نتوما. صافي غادي نعاود هكا حتى نسالي، وغادي نغبر ليها الوجه نتاعها بالكاكاو وندخلها للمجمد كي قلت لكم. البنات اللي تجربوا الوصفات هكا وتنجحوا معاهم حطوا لي في التعليقات شنو جربتوا، اش اللي عجبكم، اش اللي نجح معاكم، اش اللي تبغيو هكا نحط لكم، واش نكملوا هكا في التورتات الباردين اولا اشنو بغيتوا البنات. صافي وغادي غادي نغبر ليها الوجه نتاعها وغادي ندخلها للمجمد.
شك ني بلات تاع التورطه تجي على هذا الشكل هذا، تجي رائعه، عباره على ثلاث طبقات، طبقه نتاع الكيك والطبقه نتاع الكريمه بالفلون والطبقه نتاع الكريمه الفوقانيه. غبرت عليها البنات هكا شويه نتاع البودره الكاكاو وزوقت دابا هاد ليمونتيف هادو اللي لونتهم هكا باللون النحاسي، هذيك البودره النحاسيه اللي تتبع تزينتي بقى حسب الاختيار تاعكم البنات. تجي الصراحه من ألد وارقى لي طارت، وانتم كي تشوفوا بمقادير لي بسيطه خرجنا واحد الطارت اللي تجي بحال الطارت كلاصي البنات، وتتعرفوا الثمن تاع الطارت كلاصي في المخبزات غالي. وكي قلت لكم ان شاء الله غادي نخرج لكم منها اشكال كثيره ونكهات متعدده. تنتمنى كتنال الاعجاب ديالكم البنات، ولا عجبتكم من طبيعه الحال ما تنساوش دعموني بلايك وبارطاج الفيديو. انا راه كنت مدخلاها البنات المجمزه، انتم تتشوفوا راه باقي فيها الثلج في الجناب. منين تبغيو تقدموها غادي تجبدوها وغادي تحطوها في الثلاجه حتى تطلق وغادي تقدموها، وممكن تحتفظوا بها لاطول مده هكا في الفريغو، راه تتبقى ما تيوقع ليها والو البنات، وبالصحه والراحه.